قبل ما نبدي المحاضرة، هذيك المحاضرة كان عندي ظرف خاص، أنه كان تزامن أنه وقت التدريس العملي للمرحلة الثانية مع محاضرة النظري مع المرحلة الأولى، فاضطريت أعطيكم المحاضرة تسجيل. هذه المحاضرة لا، أنا خلصت التزامي مع مرحلة ثانية، فرجاء أنا بين المحاضرة راح يمي أنا أصيح الأسماء، واللي ما يرد علي أو اللي ما يجاوبني من أصيحه راح أحط له صفر على عملي. يعني ما تفتحون المايكرو وتفتحون اللابتوب أو الزوم وتنشغلون بغير أشغال، هاي أولا. ثاني شيء الاستمارة الحضور، أنا من راح أطلقها في احتمال بنص المحاضرة، احتمال بنهاية المحاضرة. أنا خلال دقائق راح أقول لكم أنا استمارة الحضور راح أطلقها، وعش دقائق وهي تنسد أصلاً توماتيكياً، يعني ما يسجل حضور خلال 10 ربع ساعة خلاص. زين؟ تمام دكتورة. يلا نبلش. اليوم محاضرتنا الجلوتيال ريجن. احنا بالمحاضرة السابقة كانت تناولنا الانتيريور بارت او كومبارتمنت اوف ذا ثاي والميديال كومبارتمنت، وذكرنا اشنو الكومبارتمنت، انه هي فيشيا تبعث مثل الحاجز او السبتة وتقسم كل مثلا اي منطقه من الجسم تقسمها الى مجموعات من العضلات. هذه المجموعات لها وظيفه معينه وتزودها نيرف معين او وارتري معين، فهذه نسميها كومبارتمنت. احنا اخذنا تناولنا كان انتيريور، وقلنا اللي يزودها الفيمورال نيرف والفيمورال ارتري والميديال، وقلنا اللي يزودها الابتوريتر نيرفو ارتري، وقلنا هذه وظيفتها تعمل اكستنسر اوف ذا ني جوينت، والميديال تعمل ادكشن وراح اشوفكم بعد شويه صوره للحركات اللي تعملها. اليوم راح نتناول الباك اوف ذا ثاي، المنطقه اللي هي اعلى منطقه، هذه الفوق قبل الباك اوف ذا ثاي، عندنا منطقه نسميها الجلوتيال ريجن اللي هي منطقه البوتوكس. الجلوتيال ريجن هي من تمتد من الالياك كريست، هذا اللي ذكرناه اللي هو الاعلى يعني او الحيفي مال الالياك بون، الى الفولد اوف بوتوكس. هذه الفولد اوف ذا بوتوكس. طبعا احنا هذه المنطقة مثل حال أي منطقة بالجسم. السكن دائما بعد ما نشيل السكن في أي منطقة نشوف أنه بعده أكو مثل السبكوتينيوس أو نسميها السوبرفيشيال فيشيا اللي هي المنطقة اللي تحت الجلد. هذه المنطقة دائما يكون بيها فات في أي منطقة بالجسم، يكون بيها فات، بس هذا الفات يختلف من منطقة إلى منطقة. فمثلا بالأبدومن يكون الفات أكثر من التشيست، يكون أكثر من الأكتاف. بالبوتوكس أو بالجلوتير ريجين يكون الفات يعني كميته أكثر من الأنتيريور أو الباك أوف ذا ثاي، خاصة بالفيمر. بعد السوبرفيشيال فيشيا راح يكون عندنا الديب فيشيا اللي هي تكون دينس وتكون سترونج فيشيا. هذه الديب فيشيا تستمر بالباك مع الفيشيا لاتا اللي شرحتوها بالمحاضرة السابقة، واللي قدتوا تغلف الليك كلها إلى الأسفل مثل الستوكس، يعني مثل الجورة بتغلف الليك كلها إلى الفوت. زين؟ فإذا عرفنا منطقة الجلوتيال ريجن هي من الإلياك كريس إلى الفولد أوف ذا بوتوكس، وعرفنا أنه تحت الجلد بها تو لايرز أوف فيشيا على حال بقية كل أنحاء الجسم، سوبرفيشيال والديب فيشيا. قبل ما ندخل الى المصل مال الجلوتيال وندخل الى التزويد، عندي فد شيء بس احب اوضح لكم هو حتى تعرفون من نذكره تعرفون ايش عم نقصد. هذا البلفيك بون،
اللي شرحناه بالمحاضرة السابقة قلنا يتكون من جزئين يمين ويسار right to left. كل إليك بون كل هيب بون هذا كله نسمينه يعني كل جزء نسمينه الهيب بون. اثنين من يتحدون يعملوا لي هذه منطقة البلفس زين اللي هي منطقة الحوض. شوفوا هذا الرايت والليفت الاتحاد منوغة مالتهم راح يكون بالبقيت أو الجزء النازل من العمود الفقري اللي نسمينه الساكروم في منطقة نسميها ساكرو إيليك جوينت. من الأمام يتحدون في منطقة نسميها السيمفيسيس بيوبس زين. كل واحد من هذولي الهيب بون يتكون من 3 فيوست بون. من أقول فيوس بون يعني أنا ما ممكن أفصل هذا العظم عن هذا عن هذا. ثلاثتهم يتحدون في منطقة ثلاثتهم يتحدون سواء يعني أنا ما أطيق أفصلهم. شوفوا الطلاب هذا الجزء أو هذا الهيب بون هذا من الخارج يعني من هوني هذا المنظر من الخارج. هذا المنظر الثاني هذا من الداخل اللي هو الانتيريور او الفينترال. هذا الانتيريور او الدورزل يعني ايه هذا الجزء الخارجي زين. فنشوف ان منطقه التحام من الجزء الخارجي راح يكونني الاسيتابيولم. هذه الاسيتابيولم اللي يقعد بيها الهيد اوف ذا فيمر ويعمل لي الهيب جوينت او مفصل الحوض زين. من الداخل هذا الانر راح يكون مواجه للبلفيك اورجان يعني راح تكون هوني البلادر راح تكون هوني الابدومن يعني الستركتشر اللي موجوده بالابدومن واللي الريكتام الاشياء اللي راح تكون داخل البلفس زين. نرجع الى الجزء الخارجي هذا هذا الجزء الخارجي هذا المنطقه هاي هذا الاليك بون تمام. هذا الاليك بون هذا الإيشيوم وهذا الجزء الصغير هو البيوبس تمام. عبد الرحمن عبد الرحمن محمد ناطق نعم ايه عبد الرحمن بسألك سؤال عبد الرحمن هذا الإليك بون تمام؟ تمام هذا ايش يسمينه؟ تعرف؟ الإليوم؟ أعرف هذا كله هذا كله الإليك بون أو الإليوم زين. هذا الجزء العلوي ماله إيه هذا؟ ايش يسمينه؟ الإلياك سباين؟ لا هذا أسمينه الإلياك كريست يعني هسه إذا تريد أنت تحسه بجسمك بس تمد إيدك إلى نهاية الحوض راح تحس هذا العظم البارز اللي بأسفل الحوض يعني بأسفل الأبدومن العفو راح تشوف أكو فقد عظم هو هذا الإلياك كريست. شوفوا الإلياك كريست من الأمام بينه يعني مدبب يكون نسمينه الانتيريور سوبيريور إيليك سباين. من الخلف تقابل هذه بس من الخلف فايش اسميها بوستيريور سوبيريور إيليك سباين. اللي تحته اسميها انتيريور انفيريور إيليك سباين. اللي تحته اسميها بوستيريور انفيريور إيليك سباين. حتى لا تدوخون بالأسماء هي نفس الأسماء بس لأن هذا من الجزء الأمامي يعني شوف هذا يكون من جهة الأبدومن هذا من جهة الباك من الخلف. فإذا هذا لأنه من الأمام عيتجه فأسمينه أنتيريور. لأنه هو لفوق فأسمينه سوبيريور. لأنه هو من الإلياك أسمينه إلياك سباين. اللي الخلف أسمينه بوستيريور. اللي تحته هذا أسمينه الانتيريور انفيريور. ليش؟ لانه هو تحت هذا السوبيريور. فنحن دائما نعرف انه اول شيء اعلى شيء نسمينه سوبيريور اللي يعني اللي انصى منه انفيريور.
زين اللي للأمام anterior، اللي للخلف posterior. فإذا هذولي anterior هذولي posterior. زين شوفوا تحت البوستيريور هذه من الخلف ما تمام، هاي من هون يجيني الساكرم. شوفوا هذا الساكرم، هذا العجزية، المنطقة العجزية من الفقرات، هذا الساكرم من الخلف. إيه هذا؟ هذا طبعا المقطع الطلاب مأخوذ من على صفحة يعني مديوغ الهيبون، يعني هذا كان دونان واخذنا له صورة. زين شوفوا من الخلف عندني هاي الفوسة أو الجروف أو الحفرة، وبعدين عندي هاي السباين وعندي another groove. هذه الفوق أسميها الجريتر شياتيك نوتش، هوني أسميها نوتش. الجوة أسميها لسر شياتيك نوتش اللي تفصل بيناتهم الإشيال سباين. طلاب هاي أجزاء البون أنا كلها شرحتوها بالمحاضرة السابقة، فرجاء ترجعون عليها. أنا راح أعطيكم يعني عملي راح غدا إن شاء الله النظري من العملي، راح الأشياء فتقروها حتى نراجع معنا، ومن ناخذ عملي راح نشوفها بالسبيسمنت أو بالبون اللي موجود عندنا بالمختبر. زين فإذا اتفقنا أنه هذه الفوق هي الجريتر شياتيك نوتش. نوتش يعني جروف أو حفرة أو انخفاض أو ديبريشن، فتشوفوها مثل الديبريشن. هذه دائما يكون الاتجاه مالتها بوسيلير، يعني أنا من أمسكك هيب بون وقل لك هذا يمين إلا يسار، شلون تعرف؟ أول شيء توجه لي الأسيتابيولم للخارج وتوجه هذا الجزء إلى الداخل، فأنت عرفت إيما هو راح يكون لي برا وإيما هو راح يكون لي جوا. ثاني شيء أشون راح تعرف أنه هذا هكذا لو بالعكس، هاي النوتش راح توجهها للخلف، بينما هذه النوتش راح يكون توجيهها للخلف، فتعرف أنه هذه posterior. أشون تعرف هذا يعني ما بالمقلوب، هذا الفوق وهذا جوا من الإليك بون، هاي الكريست خليها فوق هذا يكون جوا. زين فأنت بهذا الطريقة توجه أنه العظم هذا يمين إلا يسار. نرجع على هاي النوتش اللي تهمني بهذه المحاضرة. شوفوا طلاب، في الحياة يعني في من يكون الليفينج هيومن هذه النوتش ما تكون مفتوحة، وإنما يسد فقط تيندون. تعرفون أشنو التيندون؟ آيات حامد. نعم دكتور. إيه آيات. تعرف أشنو التندون؟ أخذتمه بالإنترودكشن بأول محاضرة، أشنو التندون؟ هو رابط دكتور، يعني يربط العظم بالعظم الثاني. زين. تعرف يعني تكوينه أشنو؟ هل هو يعني جزء من عضلة؟ لو أشنو هو التندون؟ لا مو جزء من عضلة دكتور، هو يعني شو اسمه؟ يعني هو مثل كونكتيف او فايبرس تيشو. فايبرات فايبرس تيشو. نعم دكتور. نعم دكتور. سترونج شيث اوف كونكتيف تيشو. ايه سترونج شيث اوف ذا كونكتيف تيشو. اوكي عاشت ايدك. زين شوفوا طلاب، هاي الديورنج ليفينج هاي التندون راح تمتد عندي من الساكرم، نوعيتين من التندون. فأنا أول اسم منها راح أسميها ساكرو. ليش؟ لأنه الأوريجين ماله من الساكرم، وقلنا أشنو الساكرم؟ الساكرم هو نهاية العمود الفقري اللي هي المنطقة العجزية. زين من الساكرم راح يمتد عندي نوعيتين من التندونات، وحدي من أعلى الساكرم وراح تروح إلى التيوبراسيتي مال الإيشيوم، فأش أسمينه؟ ساكرو تيوبراس. شوفوا هذه من الساكرم هتروح إلى التيوبراسيتي مال الإيشيوم، فأسميها ساكرو تيوبراس ليجامنت. شوفوا هذه إيش حولت لي؟ حولت لي هاي الجريتر شياتيك فورامين نوتش إلى فورامين. فورامين يعني فتحة، نوتش يعني انخفاض بلا يعني ما متحول إلى فتحة، فقط هو ديبريشن. فإذا حولت لي النوتش إلى فورامين. زين التندون الثاني يجي من الساكرام يروح على السباين، فأسمينه ساكرو سباينس ليجامين. ساكرو سباينس ليجامين.
إما سباين اللي هي ذكرناها أنه هي موجودة بالإشيال بون واللي تفصل بين الجريتر والليسر شياتيك نوج. فإذا هذا التندون شوفوا شكله يكون مثل الترينجولر مثل المثلث، فيجي من الساكروم ويروح إلى السباين فأسمينه ساكرو سباينس ليجامنت. أش حولي؟ حولي هذا النوج الصغير أو هذول الاثنين التندونين الاثنين اللي هي ساكرو تيوبراس وساكرو سباينس تحولوا بهاي التو تندون إلى تو فورامين. الفوق راح أسميها غريتر شياتيك فورامين، الجوة راح أسميها لسا شياتيك فورامين. طبعاً كل واحدة من هذول الفورامين راح تمر منا ستركتشرات مهمة. نرجع إلى الصورة القبل. شوفوا طلاب، عندي ستركتشرات، أنا كل الستركتشر اللي موجودة يعني هسة النيرف سبلاي البلد فيزلز اللي تطلع على منطقة الجليوتيال راح تطلع من الحوض، من منطقة الحوض تطلع إلى برا حتى تزود هاي منطقة الجليوتيال ريجين. فالستركتشرات اللي راح تطلع من البلفيس منين راح تعبوا؟ راح تعبوا من هذه الفورامين أكثر من الجريتر شياتيك فورامين. عندي another structure راح تعبوا من الجليوتيال بعد ما طلعت من البلفيس، راح تجي من الجلوتيال راح تعبو او تزود منطقة البرينيوم. منطقة البرينيوم اقصد بيها هي المنطقة اللي موجود بيها المخرج الجينيتاليا بالنسبة للميل والفيمال، هذه المنطقة اسميها البرينيوم. فالمنطقة الستركتشرات اللي راح تطلع من هوني من منطقة الجلوتيال تروح على البرينيوم راح تطلع من الليسر شياتيك فورامين، وراح نتناولها ان شاء الله بالمحاضرة. راح نعرف الستركتشرات اللي راح تعبوا من الجريتر شياتيك فورامين والستركتشرات اللي تعبوا من الليستر شياتيك فورامين. هسا انت معرفتم اش معنات الفورامين واشون تكونت ومنين الستركتشر راح تطلع لها، يعني الستركتشر اللي من البلفس راح تطلع عن طريق الجريتر والستركتشر اللي بالجلوتيال راح تطلع عن طريق الليستر شياتيك فورامين تروح الى الجلوتيال ريجين. زين شوفوا هاي منظر آخر، وتشوفون هذه من على صفحة، هذا البرتبرال كوليومر ينزل من هناك الساكرام للأسفل، تشوفون هذه التولي جمنت واحد نزل من الساكرام على التيوبراسطي مال الإشيام واللاف نزل من الساكرام على الاسباين. زين نرجع على الجلوتيال ريجين. الجلوتيال ريجين طلاب بها two types of muscle. اول منطقه من العضلات نسميها superficial. superficial ليش؟ لان هذه موجوده تحت الجلد. الطبقه الثانيه اللي هي الديب. الديب يعني انا لازم اشيل كل هذول العضلات حتى تطلع هذول الديب muscle. فإذا أنا عندي two types of muscle بالgluteal region، superficial muscle أو واللي هي تكون عادة أكبر فأسميها larger أو superficial muscle. الديب muscle هذه راح تكون smaller يعني حجمها مقارنة بهذه تشوفون أصغر، وتكون تحت superficial فهي deep. الفرق الثاني أنه هذه superficial muscle أهم function مالتها هي الـ extension of the hip joint. لاحظوا طلاب احنا الحركات قد اي مفصل، اما تكون يعني انت تطوي رجلك هاي الطية نسميها flexion، بينما الامتداد مال الرجل مثل هذه الممتدة هذه هذا الهيب جوينت هذا منطقة الهيب هذا الامتداد اسميها الـ extension، فهي extensor muscle. وبالإضافة إلى ذلك أن السوبرفيشيال مصل أيضا عنده another function اللي هي الابدكشن. يعني إيش معنات ابدكشن؟ من يجاوبني؟ دكتور عن الابتعاد. الابتعاد عن الابتعاد ابدكشن معناتها تبتعد عن الجسم. توضح الصورة، تشوف الصورة، فهذه الحركة اللي بعيدة عن الجسم
اسميها الابدكشن. ابدكشن هذه الحركه الاكستنشن والابدكشن المين فانكشن اوف ذا سوبرفيشال جلوتيال مسل، زين، اللي هي اللارج مسل اللي هسه راح نذكر اسماءها. السمول مسل اللي تحتها اللي هي الديب اهم فانكشن مالتها هي اللاترال روتيشن. شوفوا هاي اللاترال روتيشن، اشنو اللاترال روتيشن طلاب؟ تدوير. جاوبني. دوران جانبي. دوران جانبي يعني انت عدور رجلك لوين؟ للخارج، ما تمام؟ شوف لي بغى عاد تطلع. بينما هذه الحركة اللي هي انه تعوج رجلك الى الداخل هذه اسميها ميديال روتيشن، يعني تفر رجلك دور الى الداخل. زين؟ فاذا احنا عندنا لاترال روتيشن وعندنا ميديال روتيشن. فإذا اتفقنا أن العضلات اللي موجودة بالجلوتيال نوعين، واحدة سوبرفيشال وعرفنا ليش سوبرفيشال، واللخ ديب وعرفنا ليش ديب. بالنسبة للفانكشن واحدة اكستنسر أبدكتر اللي هي سوبرفيشال، واللخ سمول لاترال روتيشن تعمل مع المصل، فهاي الفانكشن. بقعتنا نعرف العضلات. أول عضلة اللي هي تكون لي البوتوم، زين، أول عضلة وأكبر عضلة هي الجلوتيوس ماكسيمس. طلاب هذول العضلات السوبرفيشيال كلهم اسمهم جلوتيوس مصل. فحسب الحجم اللي أول وحدة مص سوبرفيشيال 1 ولارجست 1 هذه أسميها الجلوتيوس ماكسيمس مصل. ماكسيمس يعني الكبيرة اللي راح تكون أقل منا بالحجم أو أقل منا شوية أصغر منا، هذه راح أسميها الميدياس جلوتيوس ميدياس، يعني هي وسطية، لا هي بكبر الجلوتيوس ماكسيموس ولا هي بصغر الجلوتيوس مينيموس. زين، هذول التو مصل أنا لازم أشيلهم حتى تحت هذه المصل أشوف الأنظر مصل اللي هي الجلوتيوس مينيموس واللي هي تكون أصغر من هذولي العضلات. بالإضافة إلى هذولي راح يكون عندنا عضلة جانبية اللي هي تنسر فيشيلاتا، زين؟ فإذا هذولي أسميهم سوبرفيشيال أبدكتر. وذكرنا ليش سوبرفيشيال، ليش أبدكتر، ليش إكستنسر بالنسبة للأكشن، بالنسبة للموقع، أوكي؟ فإذا السوبرفيشيال كم مصل عندنا؟ 4، تمام؟ النت ما اعرف ليش طلاب. نعم دكتور، قطع النت. قطع النت، ايه زين، هسه نرجع. هسه رجعت لكم الصوره؟ لا دكتور ماكو شيء. ماكو شيء، دقيقه والله. تمام دكتور، هسه رجع. رجعت؟ اي نعم. واضحة طلاب؟ السوبرفيشال مصل؟ نعم دكتور. بعد ما نشيل هاي السوبرفيشال مصل راح تطلع عندنا عضلات نسميها الديب مصل، ولانه الانكشن مالتها لاترال روتيشن فنسميها سوبرفيشال لاترال روتيتر مصل.
شوفوا طلاب، هذه مرتبة وحدة تحت اللخ. أول عضلة هي البيريفورمس هذه، واللي هي تطلع من البلفس عن طريق الجريتر شياتيك فورامين. وهذه البيريفورمز مصل هذه كلش مهمة، لأن اعتبرها لاند مارك. فوقها أكو ستركتشرات تطلع من البلفس، وتحت ستركتشرات تطلع من البلفس، راح أتناولها إن شاء الله وراح أنطيك مية كلتها هذه. فأنت خلوها ببالكم أنه أول نحن قلنا بالجريتر شياتيك فورامين والليسر شياتيك فورامين راح يكون أكو ستركتشر أدنى تمر من خلالهم إلى مناطق أخرى. فوحدة من أهم الستركتشرات اللي تطلع، لأن هذه من داخل يعني من الساكرام تعبوا من الجريتر شياتيك وعن الجلوتير ريجيم. فهذه أسميها العضلة اللي تطلع من الجريتر شياتيك فورامين أسميها البيريفورمس، واللي هي وحدة من عضلات الديب جلوتيوس مصل. زين، أول وحدة البيريفورمس، تحت عندنا السوبيريور جيميلس مصل. هذول طلاب السومي السوبيريور جيميلس، وعندنا اللي تحته هي الابتوريتر انترنس مصل، واللي تحته انفيريور جيميلس. يعني سوبيريور جيميلس، ابتوريتر انترنس، انفيريور جيميلس، هذول الثلاث العضلات المنشأ مالتهم مختلف، لكن الانسيرشن او المكان اللي يروحون عليه يتحدون بتندون واحد كمان يروحون على نفس المنطقه. فهذول العضلات تحفظوهم بالترتيب، بيريفورمس هذه الفوق، هذه هتشاري، هذه جلوتيوس مينيموس، هذه تابعه للسوبرفيشال، نجي من بعدها هذه البيريفورمس اللي تحت السوبيريور جيميلس، اللي تحت الاوبتوريتور انترنس، اللي تحت هي الانفيريور جيميلس، اللي تحت هذه عضله مربعه الشكل نسميها كوادريتس فيمورس. كوادريتس فيمورس لا تتوهمون بينه وبين الكوادريسبس فيمورس اللي شفناها بالانتيريور، هذيك اسمها كوادريسبس يعني رباعيه الرؤوس، هذه كوادريتس يعني مربعه. شوفون شكلها مربعه الشكل. فهذول العضلات اللي هم قلنا عليهم ديب او سمول مصل، واللي هي اهم فانكشن لهم هي اللاترال روتيشن. شوفوا اكثرهم وين عايروحون، تشوفون الانسيرشن مالهم وين عايروحون؟ على اللاترال، عايروحون على هذا الجزء من البون من الفيمر. منو يعرف هذا الجزء ايش اسمه؟ منو يجاوبني؟ جريتر تروكانتر. جريتر، عافيه، جريتر تروكانتر. هذا الجزء اسمينه جريتر تروكانتر. زين، فاكثرهم عايروحون على جريتر تروكانتر اللي هو اللاترال، ولهذا الفانكشن مالتهم من يتقلصون ايش يعملون؟ راح يسحبون هذا البون اللي هو الفيمر الى الخارج، ولهذا يعملون لاترال روتيشن. زين طلاب، احنا بالنسبه للاوريجن والانسرشن احنا اتفقنا باول محاضره انه انتم عليكم، بس انا كنت خليتكم هي بجداول بالمحاضره طبعا، راح اعطيكم بس فكره عنها وانتم تاخذون تدرسوها بعدين، ما اغيدها بالتفصيل، مثل ما موجود بالمحاضره تاخذوها. شوفوا طلاب، اول عضله التنسر فيشيلاتا، تعرفون وين بتكون التنسر فيشيلاتا؟ بالصفحه يعني بجانب الثاي، يعني بالجهه الخارجيه من الثاي. هذه المنطقه اسميها التنسر فيشيلاتا لانه التزويد مالتها من الشياتيك، وال الاكشن مالتها نفس الاكشن مال الجلوتيوس مصل، فهي تابعه للجلوتيوس مصل. شوفوا طلاب، التنسر فيشيلاتا الاوريجن مالتها منين راح يكون؟ عندك هذه ايش سمينا انه هذا الليك كريس، هذه ايشني؟ الانتيريور سوبيريور اليكس بون. اوكي، نمشي بعدها. اذا تشوفون البون بالحقيقه بعد الانتيريور سوبيريال اليك سباين، من نطلع الى فوق نشعفغد اكو بروز او مثل البروز بالعظم نسمينه الاليك الاليك توبيرت، هذا الاليك توبيركل. زين،
فهذا الانتيرير سوبيرير إلياك سباين وهذا الإلياك تيوبرك. من هذه المنطقة من الانتيرير أو من هذا الجزء من هذا أي جزء مال الإلياك بون الخارجي اللي الداخلي اللاترال ما تمام اللاترال اللي هو سميناه الجلوتيون سيرفيس لأنه كل الجلوتيوس مصل تنشأ من هذا السيرفيس من هذا السيرفيس مال الجلوتيون. هذه المنطقة البسيطة إيه هذه اللي هي بين الإلياك سباين وبين الإلياك تيوبركل من هون تطلع التيسر في الشلاتة. وين تروح الإنسيرشن مالتها؟ تذكرون الإليوتيبيا التراكت اللي شرحناها؟ أشني الإليوتيبيا التراكت؟ تعرفون أشنو الإليوتيبيا التراكت؟ منو يجاوبني؟ نعم دكتورة هي فيشيا. فيشيا منين؟ من الثاي لحد التيبيا. نحن ما ذكرنا دكتورة؟ دكتورة تبتدي من قمة الإلياك إلى التيبيا. إلى التيبيا عافية. زين هي جزء منين؟ تعتبريها جزء فيشيا بحدة؟ لا فيشيالاتا. هي جزء من الفيشيالاتا لكن تميزت لأنه صار بيها ثيكنينج يعني ثخنت شوية ولأنه الامتداد مالتها بين الإلياك يعني بين الإلياك بون وبين التيبيا فسميناها إليو تيبيال تراكت. إليو تيبيال تراك بهذه الإليو تيبيال تراك راح تنتهي الكنسر فيشيالاتا العضلة يعني راح تجي تعمل إنسيرشن هوني بالإليو تيبيال تراك. تعرفون عضلة اللي اختجي الإنسيرشن مالتها بالإليو تيبيال تراك؟ الجلوتال ماكسيموس. الجلوتاس ماكسيموم بس ما كلتها ثلث أرباع يكون الإنسيرشن مالتها بالإليو تيبيال تراك الربع الآخر الإنسيرشن مالته من أذر بليس. زين نجي على بقية الجلوتيوس مصل. شوفوا طلاب هذا الإلياك بون على الأوتر سيرفيس أو اللاترال سيرفيس إيه هذا الجلوتيال سيرفيس عندنا مثل الخطوط. هذه الخطوط يعني ما يعني أنت بس شو راح تشوفها على البون راح تشوفها شوية بارزة مثل التعرجات خط اللي للخلف أسمينه posterior gluteal line. شوفوا إيه هذا posterior gluteal line اللي بالوسط أسمينه الميدل واللي فوق الإلي فوق الأسيتابيولام في هذا أسمينه الإنفيرير gluteal line. هاي الخطوط مهمة ليش؟ لأنه من بيناتها راح يعني تكون الأوريجين مال الجلوتيوس مصل كله. نيجي على الجلوتيوس ماكسيموس اللي هي قلنا مص سوبرفيشال ولارجست مصل بين هذول العضلات. الأوريجين مالتها من البوسيرور غلوتيال لاين من هوني زين اللي هي خلف المنطقة اللي خلف هذه إيه هذه هذه المنطقة اللي خلف البوسيرور غلوتيال لاين من هوني. ومنين بعد تجيني من هوني إيش راح يكون عندنا؟ إيش راح يكون الصورة واحد دكتور عشان الصورة راحت طلع عليها هكذا لون أخضر لون أصفر ليش؟ هسه رجعت زين طلاب هوني بهذه المنطقة من خلف ايش راح يكون عندنا هوني موجود؟ احد يعرف هوني ايش يكون؟ هذا الإلياك بون راح يكون انفلت هكذا اسهل الكلمة شوفوا هذه من خلف ايش اكو عندي هوني؟ ساكرم. تمام فاذا انا عندي من خلف الساكرم. زين الجلوتيوس ماكسيموس اتاخذ الاوريجين من هذا الجزء الخلفي معناته هوني ايش اكو عندي؟ الساكرم راح تاخذ جزء من الاوريجين مالته ايضا من الباك مال الساكرم والكوكسيكس اللي هي العضله العصعصيه الاخيره زين وايضا تاخذ شويه من الاوريجين من الباك مال الساكروتيوبراس ليجامنت. هذه الجلوتيوس مصل الانسرشن مالتها قلنا ثلاث ارباع العضله راح تروح الى الاليوتيبيال تراك الربع الباقي راح يروح على التيوبراستي على يروح على الجلوتيال تيوبراستي زين اللي هي تحت جريتر تروكانتر. نجي على الميدياس
الجلوتياس ميدياس. شوفوا هذه العضلة الجلوتياس ميدياس منين عتجي؟ عتجي من هوني من الجلوتيال سيرفيس، يعني بين البوستيريال لاين وبين الميدل لاين، هذه كلتها هذه المنطقة أسميها الجلوتياس ميدياس. الانسيرشن مالتها وين؟ يغوص على الجريتر. طلاب هذول العضلات الجلوتيال سواء السوبرفيشال والديب اكثرهم الانسيرشن مالتهم راح يروح على الجريتر تروكانتر، فتروح على الجريتر تروكانتر. العضله اللي تحتها اللي هي هذه بين الميدل وبين الانفيريور اي هوني تاخذ هذه الاوريجين مالتها راح هذه الجلوتيوس مينيموس، والانسيرشن مالتها ايضا راح تروح الى الجريتر تروكانتر بس على الانتيرير سيرفيس مالته. المين اكشن مال هذول العضلات الاربعه اشنو هي من المين اكشن؟ اشنو المين اكشن مال هاي الجلوتيوس؟ لاترال روتيشن. لا احنا قلنا هذول المين اكشن مالتهم اشنو؟ واحد يجاوبني. فليكشن دكتورة. لا ما فليكشن. اكستنشن دكتورة. اكستنشن. يعني انت من دمت رجلك بتمشي هذه المادة مال الرجل هي الاكستنشن. زين فاكستنشن وابدكشن يعني الابتعاد، يعني انت تصور نفسك راح تبدي خطوة. هذه الخطوة اللي راح تبديها اشلون؟ راح تنزق رجل برجل وتمشي؟ ما راح تبعد رجلك عن جسمك حتى تطيق تمد الخطوة؟ هذه مدة الخطوة. extension abduction نسميها. فهذه المين اكشن من هذه المصر. بالاضافه الى ذلك انه الجلوتيوس ماكسيموس عندنا another function اللي هي انه يعني واحد قاعد يريد يقوم، فالرايزنج فروم سيتنج بوزيشن زين هي ايضا وظيفه مال الجلوتيوس ماكسيموس. وبالإضافة إلى ذلك أيضاً تساعد باللاترال روتيشن. أنا أريد منكم المين أكشن، يعني ما أريد إذا يعني صعب عليكم تحفظون الأكشن الأخرى أريد تخلوا هاي المعلوماتكم، بس أنه مهم تعرفون أنه السوبرفيشيال مصل هي إكستنشن وأبدكشن. زين العضلات اللخخ اللي هاي الميدياس والمينيماس المين أكشن مالتها هي قلنا extension و abduction بالإضافة إلى medial rotation. زين نجي على العضلات، أو قبل ما نجي على العضلات الديب راح ناخذ ال nerve supply وناخذ ال arterial supply مالتهم. شوفوا طلاب ال nerve supply والارتيريال سبلاي مال هذه العضلات تجي من البلفس، يعني معناته منين راح تمر؟ راح تمر من الجريتر شياتيك فورامين. تمام، كل الاشياء اللي تمر يعني عندنا الاجزاء اللي تمر من فوق البيريفورمس اسميها سوبيريور جلوتيال فيزلز نيرف، اللي تمر تحت البيريفورمس اسميها انفيريور جلوتيال فيزلز نيرف. فاذا عندنا نحن ناخذ ناخذ الجلوتيال فيسلز او الجلوتيال نيرف. عندنا اللي فوق العضله سميناه سوبيريور، هذا شوفون يطلع من فوق البريفورمس من البلفس. منين من البلفس؟ انتم تتذكرون بالابر لم اخذتم انه منطقه الابر يعني فوق الارم كله اللي يزودها ظفيرة عصبية تتكون من تجمع من الأعصاب، هذه نسميناها بالأبر بريكيال بلاكسس. هوني نسميها لمبو ساكرال بلاكسس. هذه اللمبو ساكرال بلاكسس من الـ L4 إلى الـ S3 هذه تتكون من اتحاد من البرانشات من النيرف، وعطتني الفيمورال وعطتني الابتوريتر، ومن ضمن الاعصاب اللي راح تنطيني هي الانفيريور والسوبيريور جلوتيال نيرف. زين فاذا انا داخل البلفس اكو ظفيره عصبيه سميناها اللمبوساكرال نيرف او بلكسس. وحده من البرانشات مالتها اللي هو السوبيريور جلوتيال نيرف، هذا
الاوريجين مالته من ال L4L5S1، هذا يطلع من البلفس عن طريق الجريتر شياتيك فوراني فوق البيريفورمس. اللي من يزود تشوفون بالعضله اللي من عايز يزود بالصوره، هذه الجلوتياس ماكسيموس كان قصيناها وشلناها، وهذه الميديوس وهذه المينيموس. فاذا السوبيريور الميديوس والمينيموس، تمام؟ زين. وايضا ينطي برانش الى التنسة في الشلاتة. فاذا عندنا
طلاب، أنا آسفة طلاب، انقطع الخط، انقطع النت. طلاب؟ نعم دكتورة. معي أنتم؟ إيه نعم جديد. يعني أنا انقهرت عليكم، كنتوا أنطيكم، كنتوا راح أنطيكم يعني شوية راحة، فهو جسكم قطعت النت صارت الاستراحة. طلاب شوية المحاضرات طويلة، فإحنا يعني مضطرة أن أنطيكم هي هكذا شوية كثيرة وتتأخر، فما ضشتم. لا لا دكتورة معك مشكلة. يلا لكن نكمل. زين، فإذا نرجع الجلوتياس مصل، هذه الجلوتياس مصل السوبرفيشال عن نحكي، أخذنا أنواعها، أخذنا الفانكشن مالتها، أخذنا الأوريجين وإنسيرشن. هسا نأخذ النيرف سبلاي والمعف لوين وانقطع النت. أنا عندي يعني كنت معي من شرحته الانفيريال سوبيريال جلوتيال نيرف. نعم نعم دكتورة شنو ما يعني. هسا نأخذ الانفيريال تمام؟ اي نعم دكتور. الانفيريور جلوتيال نيرف هو ايضا الاوريجين مالته من اللامبو ساكرال بلكسس، بس منين يعني اسمه انفيريور، فالاوريجين شويه اللي تحت السوبيريور، يعني راح يطلع من ال L5 S1 S2. زين، هذا راح يطلع ايضا يدخل يطلع من يعني الاوريجين مالته بالبلفس، من داخل البلفس، يطلع من البلفس الى الجلوتيال ريجن عن طريق ال الجريتر شياتيك فورامين، يدخل الجلوتيال ريجن تحت البيريفورمس. هذه البيريفورمس شوفوا يطلع من تحت البيريفورمس. اللي من عايزود عايزود هذه المصل اللارج مصل اللي هي الجلوتياس ماكسيموس مصل. فاذا هو يزود الجلوتياس ماكسيموس مصل، ايضا ينطي برانش الى الهيب جوينت، ينطي برانش الى زين. يجي على blood vessels، blood vessels اللي تزود هذه المصل يعني اللي هي الجلوتياس والتنسر vessels. هذه الجلوتياس vessels هذه منين المنشأ مالتها؟ المنشأ مالتها من الانترنال، يعني احنا اخذنا الايورتا قلنا ينقسم الى common اليك، وبعدين كل واحد من القسم ينقسم الى external وinternal iliac. من الانترنال iliac راح يطلع عندنا هاي التو vessels اللي هي superior والinferior. هذه وين؟ هاي داخل البلفس. اشون راح تنقل الى خارج البلفس؟ اشون راح تجي الى الجلوتيال؟ راح تطلع بمرافقة العصب، بمرافقة النيرف، superior مع superior والinferior مع الانفيريور. والسوبيريور راح يزود نفس المنطقه اللي يزودها السوبيريور جلوتيال نيرف، والانفيريور راح يزود نفس العضله او المصل اللي راح يزودها الانفيريور جلوتيال، بالاضافه الى هذا انه ينطي برانش الى الشياتيك نيرف وينطي الى الهيب جوينت. طبعا هذول كل نحن كل عندنا بلاد فيزلز قريب من مفصل او قريب من منطقه لازم يزودها، لازم ينطيها برانش، فراح ينطي برانش الى الهيب جوينت. زين، فهذا السوبيريور والجلوتيال، سوبيريور وانفيريور جلوتيال ارتري ونيرف. اكو سؤال عليهم طلاب؟ شوفوا هذه الصوره، هذه توضح الارتري، شوفوا نفس المسار، هذا السوبيريور وهذا الانفيريور جلوتيال، يطلعون من داخل الحوض ويطلعون الى الجلوتيال ريجن عن طريق الفورامين اللي هي الجريتر شياتيك فورامين. زين، نرجع ناخذ هذه المصل اللي هي الديب مصل. الديب مصل عندنا اول مصل هي البريفورمز، نرجع على منطقة الأوريجين. شوفوا البريفورمس، هذه الديب مصل. شوفوا طلاب البريفورمس منين عتجي؟ عتجي من ال 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 ميدل ثري بيس أوف ذا ساكرام، من الداخل يعني من البلفس، من داخل البلفس، من الإنر سيرفيس يعني من هوني. من إيه هوني تجي؟ زين، من الميدل ثري بيس، إيه هوني؟ من هوني تجي البيريفورمز.
فشلون راح تطلع هي الانسرشن مالتها من برا على جريتر تيوب راستي، شلون راح تعبل؟ شوفوا ما لها غير طريقه انه تعبل من الجريتر شياتيك فورامين اللي هي هذه. فاذا هذه البريفورمز راح تجي من هون الاوريجين مالتها وتعبل، وين راح تجي؟ تشوفون على التب مال جريتر تروكانتر. تمام، نجي على العضلات اللي تحت اللي هي سوبيريور جيميلاس، منين عاد تاخذ الاوريجين مالتها؟ تشوفون السوبيريور جيميلاس تاخذ من الابر بوردر من الايشيال تيوبراسيتي، هذه الايشيال تيوبراسيتي عاد تاخذ من الابر بوردر، والانفيريور جيميلاس عاد تاخذ من السباين مال الايشيال. زين، والابتوريتر انترنس اسمه انترنس، احنا عندنا اثنين ابتوريتر، واحدة انترنس واحدة اكسترنس. الانترنس تاخذ الاوريجين مالتها من الانر ماكو الابتوريتر فورامين، من الداخل مال الابتوريتر فورامين يعني من داخل الحوض، وتطلع شوفوا راح تنلف هكذا على البون، ومنين عاد تطلع التندون مالتها؟ اي هذا التندون راح يطلع من الليسر شياتيك فورامين، يطلع من الليشر شياتك، تشوفون من الليشر ما من الجريتر ما من هوني، راح يطلع من الأسفل من الليشر شياتك فورامين التندون. فالتندون مالته مع السوبيريور والإنفيريور جيميلا صح يعملون كمان تندون يجي هوني تحت البيريفورمس أيضا بالجريتر تروكانتا. الكوادريسيبس مصل، هذه الكوادريسيبس مصل تاخذ الاوريجين مالتها منين؟ شوفوا هذه الايشيوم ما تمام، هذه الايشيوم التوبراستي، من الايشيوم التوبراستي من اللور بوردر او الاوت التوبراستي، وين تروح؟ تروح ايضا على جريتر تروكانتا لكن اللي تحت، تحت هذول العضلات. زين، عندنا العضله الاخرى اللي هي الابتوريتر اكسترنوس ايضا تابعه لهذول الديب مصل، اللي هي تطلع من الاوتر سيرفيس يعني بالضبط مقابل هاي من برا، يعني من الفتحه الخارجيه، تشوفون هذه من الفتحه الخارجيه، هذه الابتوريتر اكسترنوس، هذا الداخل مال البلفس، اللي من الداخل تطلع ابتوريتر انترنوس، اللي من الخارج تطلع ابتوريتر اكسترنوس. الابتوريتر اكسترنوس وين تروح؟ أتروح على التروكانتريك فوسا. وين موجودة التروكانتريك فوسا؟ اللي هي بين الجريتر والليستر تروكانتر من خلف، أكو بينات فقد جروف أو ديبريشن يسمينه التروكانتريك فوسا. فإذا هذه تروح تشوفون الخيال ماله لخلف تروح أيضا، لكن ما تجي على جريتر تروكانتر مثل ذولي، وإنما تنتهي بالفوسا. هذول العضلات كلهم اتفقنا انه المين اكشن مالتهم هي اللاترال روتيشن. النيرف سبلاي مالتهم البيريفورمز هو برانش، كلهم هذول من اللامبو ساكرال. البيريفورمز من اس 1 اس 2 السوبيريور جيميلاس هذه مع النيرف مع الابتوريتر انترنس، هذه النيرف تو ابتوريتس هو اللي يزود الابتوريتر انترنس راح يزود السوبيريور جيميلاس، واللي راح يزود الكوادريتس راح يزود الانفيريور جيميلاس، وكلهم برانجات من اللامبو ساكرال لاكسس. زين، تعبتم؟ تاخذوا لكم راحه شويه لو نكمل الباق. رعد، وين الممثل مالكم؟ والله دكتور علواء، بس اللي انت شوية يعني علواء ناخذنا ريست 10 دقائق، 10 دقائق ونرجع بعد الاستراحة، يعني هسه تمام؟ بالعسرة 10 راح أبلش نبدي الجزء الثاني. لا دكتورة، هي ستعسرة إلا 10.
يا طلاب. نعم دكتورة. صحيتم إن شاء الله؟ إن شاء الله تعالى. يلا نبلش. إن شاء الله. هسا انتهينا من منطقة الجلوتير ريجن، نجي على الباك أوف ذا ثاي اللي هو من تحت الفولد مال البوتوكس إلى الأنكل جوينت. شوفوا طلاب منطقة الثاي هذه كلها، يعني الأمام الأمام والميديال والخلف، هذه كلها أسميها الثاي، اللي من فوق إلى حد الني جوينت هاي الثاي، من حد الني جوينت إلى الفود هاي أسميها الليج. يعني إحنا غلط من نقول الليج ساق لكل الساق، لا الليج يقصد بها بس من الني جوينت، هذا من ناحية الأناتومي، من الناحية من الني جوينت إلى الفود هذه نسميها الليج. فإذا إحنا نجي هسة ناخذ الباك أوف ذا ثاي، أهم وظيفة لهذه العضلات أنه هي إيش تعمل؟ تعمل فليكشن مال الني جوينت، مال الني جوينت، فأسميها الفليكسر مصل، فليكسر مصل. يعني أنت من تمشي تطوي رجلك اللي خلف زين، هاي الطية مال الركبة اللي تعملها هي هذه الفليكسر مصل أو الباك مصل، أو نسميها الهامسترينج مصل. الهامسترينج لأن هي باورفول، يعني عضلات قوية تعمل فليكشن مال الني جوينت زين. بينما الاكستنشن مصل اللي عكسه، اللي هي من قدام تعمل الاكستنشن مال الني جوينت، هي الكوادريسبس اللي مال الانتيرير كومبارتمنت. تشوفون؟ فاذا العضلات الاماميه اللي موجوده بالامام مال الثاي هي اكستنسر، العضلات اللي موجوده بالخلف مال الثاي هي فليكسر مال الني جوينت مال الني ها. بينما على الهيب جوينت تعمل تساعد الجلوتيوس في الاكستنشن مال الهيب جوينت. فاذا عنده اكشنين، أول شيء extension of the hip joint و flexion of the knee joint. زين هذه العضلات هي تشوفون طبعا كل هذه العضلات طلاب اللي زودها عصب واحد نسميه الشياتيك نيرف، اللي هو أيضا أكبر وأثخن برانش من اللمبو ساكرال. هاي نوشا اشني هي العضلات، او قبل ما اجيكم على هاي الصوره نرجع عليها. شوفوا طلاب عندنا هذه العضله اللي تروح لاترال نسميها البايسبس فيموريس، لانه عنده تو هيد لونج وشورت هيد، وتروح لاترالي الى الخارج. العضلتين اللي للداخل يروحون زين نسميها وحدي مفروشي بالاسفل تشبه الممبرين، ممبرين يعني مثل الشيء مفتوح، فنسميها سيمي ممبرينس، يعني شبيهه الممبرين سيمي ممبرينس. اللي فوقها تكون قويه وتكون يعني طويله رفيعه فنسميها سيمي تندينوسس، تشبه التندون فنسميها سيمي تندينوسس. شوفون طلاب وحدي فوق الاخ، يعني سيمي تندينوسس فوق السيمي ميمبرينوس ميمبرينوسس. هذول التو مصل يروحون للميديال سايد. على فكره طلاب هذول كلهم الهامسترينج مصل الاوريجن مالتهم من الايش وراثتي، والانسرشن مالتهم يروحون على البون اوف ذا ليج، يعني يا اما يروحون على التيبيا يا اما يروحون على الفيبيولا اللي هي التو بون اللي تعمل لي الليج. زين نجي على البايسبس. البايسبس في مورس مثل ما قلنا بها تو هيد، الهيد الاول هو تشوفوا هاي الاشيال تيوبراسيتي كلهم يطلعون من الاشيال تيوبراسيتي، سيمي ممبرينوس سيمي تندينوسس، واللونج هيد مال البايسبس تطلع من الاشيال تيوبراسيتي. الشورت هيد يطلع من خلف، تذكرون عندنا بالفيمر قلنا من البوستيرير اكو فرط خط مشهور يطلع منه كثير من العضلات، ايش سمينا انه تعرفون ايش اسمه؟ لاينا أسبرا. لاينا أسبرا. اللاينا أسبرا. فإذا الشورت هيد يطلع من اللاينا أسبرا، واللونج هيد يطلع من الكومن أوريجين مال الهامسترينج مصل اللي هي الإيشيال تيوبراسيتي. وين عتروح؟ شوفون هاي التيبيا وهاي الفيبيولا، عتجي على الهيد مال الفيبيولا ولهذا عتروح لاترالي. بينما سيمي ممبرينوس والسيمي تندينوسس هذول اثنين يطلعون من الإيشيال تيوبراسيتي. الانسيرشن مالتهم وين؟ اي ينزلون الى الليج الى التيبيا،
يروحون على الميديال سيرفيس اوف ذا تيبيا. شوفون التيبيا ينزلون. بقى عندنا جزء من المصل هي تعتبر من الميديال كومبارتمنت، جزء منه من الميديال كومبارتمنت وجزء منه يعتبر من الهامسترينج مصل. منو يعرفه؟ احد يعرفه لاي المصل؟ الدكتور ماغنس. الدكتور ماغنس، الدكتور ماغنس. هذه ليش نعتبرها جزئين؟ لأن الجزء الأول الأوريجين مالته مع الأوريجين يجي مع الأوريجين مال الميديال كومبارتمنت مال الثاي، الوظيفة مالته أبدكشن أوف ذا ثاي. زين، بينما الجزء الخلفي مالته الأوريجين مالته يطلع أيضا من الإشيال توبراستي، والإنسيرشن مالته يروح على التيوبركل، إيهوني يجي على التيوبركل ويزوده شياتيك نيرف، والأكشن مالته فليكشن، فنعتبره جزء من الهامسترينج مصل. ولهذا بالأدكتر ايش راح يعمل؟ هذول الجزئين اللي هو جزء يعتبر من الأدكتر مصل وجزء من الهامسترينج مصل راح ينفصلون، وبيناتهم راح تتكون الأدكتر هياتس اللي راح يدخل منه الفيمورال ارتري ويخرج منه الفيمورال فين. زين، فهذه عضلات الباك. هذه عضلات الباك كل اللي زوده منه الشياتيك نيرف، هذا الشياتيك نيرف. طلاب دائما من واحد يقول لي احكي لي على ارتري او نيرف، او اسا ناخذ كمثل واحد يقول لك وصف لي منطقه، اول ما توصفها ايش تقول له؟ تقول له هاي المنطقه واقعه بفلان، يعني بفلان جزء مثلا. زين، يعني شكلها هكذا وهكذا، امتدادها من هوني الى هوني، تمام، افرع مالته هكذا. نفس الشيء الارتري او النيرف، من نجي نتكلم عنه اول شيء ناخذ الاوريجين مالته، منين عيجي هذا النيرف، ناخذ الامتداد مالته، وبعدين نتكلم عن البرانجات مالته. فاذا نحن ناخذ هسه تقلنا هاي الهامسترينج مصل كله اللي زوده الشياتيك نيرف، هو النيرف اوف ذا باك. الاوريجين مالته هو من اللمبوساكرال بلكسس. احنا اتفقنا انه كل النيرفات اللي زود الباك هي من اللمبوساكرال، او كل اللور لمب كله الانتيريور والباك والبوستيرا كلها من اللمبوساكرال. فاذا هو الاوريجين من اللمبوساكرال لانه هو اكبر واثخن thickest nerve in the body، يعني كلش ثخين. فالاوريجين مالته نلاحظ انه ياخذ الاوريجين من كل الـ من كل اللمبر بلاكسس، من كل اللمبوساكرال، يعني من ال4 ال5 s1 s2 s3 من كل بالحقيقة طلاب اللمبوساكرال هو عبارة عن جزئين وليس جزء واحد، يعني هم تو نيرف متطابقين أو ملفوفين مبنيين مع بعضهم، يتحدون مع بعضهم إلى أن ينزلون إلى هون، إلى قبل الخلف مال الركبة بشوية راح ينفصلون. الجزء الوسطي، الجزء اللي للداخل الميديال هو نسمينه التيبيال، الجزء اللي لبغى نسمينه الكومن بيرونيال. فهذا الانفصال مالهم اكو فاريشن، يعني مثلا اكو ناس من تطلع من يطلع الشياتيك نيرف من تحت البيريفورمس ينفصل، اكو ناس من البلفس من المنشا منفصل، يعني يطلعون كتو نيرف وينزلون كتو نيرف. بس الاكثريه من العالم الاكثريه انه ينزلون مع بعضهم الى ان يصلون قبل الركبه بشويه راح ينفصلون الى جزئين، كومن بيرونيال والتيبيال نيرف. زين، فإذا أخذنا المنشأ مالته من اللمبوساكرال. اللمبوساكرال وين موجودي؟ بالبلفس. فإذا هذا أشياتك أشلون راح يطلع إلى الجلوتير ريجون وينزل إلى الباك؟ معناته راح يمر بالجريتر شياتيك فورامين، تمام؟ أنت ما تعدون معاي كم ستراكشر عبر من الجريتر شياتيك؟ البيريفورمس، الجلوتير فيزلس نيرف سوبيريور وإنفيريور، وهسا عدنا الشياتيك نيرف. زين، الشياتيك نيرف هذا الثخين شوفون يطلع تحت البريفورمس، هذه البريفورمس أي يطلع من تحته. أول عضلات اللي راح تلاقينه هي السوبيريور والأوبتوريتر انترنس والإنفيريور جيميلاس والكوادريسيبس، هذول قلنا مستفطين وحدي تحت اللفة راح يعبوا من فوقاتهم، شوفون يعبوا من فوقاتهم وينزل إلى الباك. بالباك راح يعبوا عميق إلى اللونج هيد أوف ذا بايسيبس مصل، إلى اللونج هيد أوف ذا بايسيبس مصل. طبعا كل عضلات الهامسترينج يزودها الشياتيك، ما ينطي ولا برانش بالجلوتيال اريا، يعني ما له علاقه بعضلات الجلوتيال. العضلات اللي يزودها هي الباك
والليك وإلى الأسفل الفول، بس الجلوتين ما له علاقة. فإذا راح يزود مال الباب كله، كل العضلات من التيبيال بارت إلا الشورت هيد مال البايسبس من الكومن بيرونيال نيرف، من الكومن بيرونيال نيرف. زين ينزل قلنا بصورة عمودية إلى أن يصل إلى الأبر بارت أوف ذا أو اللور ثيرد أوف ذا ثاي بالباب، قبل أن يجول إلى تو مين برانش. اللاترال وان هو الكومن بيرونيال والميديال وان هو التيبيال، اثنينهم راح يمرون خلف الني جوينت، وبعدين كل واحد راح يتخذ اتجاه معين نتكلم عنه بعدين. زين مثل ما ذكرنا انه البرانجات اللي راح ينطيها هي مسكولار برانج لكل العضلات، وايضا ينطي للهيب جوينت برانج. زين هاي انتهينا من الباك. فاذا اخذنا العضلات، اخذنا الاوريجينال انسرشن مالته، اخذنا النيرف سبلاي. زين طلاب احد يجاوبني الارتيريال بلاد منين؟ منين يجي هالبلاد؟ تعرفون منين يجي هالبلاد؟ من اي ما ارتري؟ منو يعرف؟ بروفندا دكتوره؟ عفيه من البروفندا. انا عندي البروفندا تتذكرون قلت يخترق الادكتر ونسميهم perforating branch ويطلع الى الباك. كل perforating branch مال البروفندا هو ينتهي ايضا يصير perforating الادكتر ماجنس وينتهي كفورت perforating. كل هذه البرانجات راح تنطيني تزود لي المسل اوف ذا باك. فاذا المين بلاد سبلاي مال الباك هو من الفيمورال artery، من البرانج مال الفيمورال اللي هو البروفندا اللي ينطيني perforating branch. زين طلاب احنا بالنسبة للثاي اللي قلنا هذه المنطقة هذه من 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 حد من حد الابر limb يعني الابر part of the lower limb الى الني جوينت، هاي المنطقة اسميها ثاي. هذه المنطقة بيها يعني ثلاث مناطق بيها اكو سبيس بين المسل، اللي المنطقة العلوية أخذنا الفيمورال تراينجل، المنطقة الوسطية من الأمام أخذنا الأدكتر كانال، تمام؟ من الخلف عندي another space نسمينه بوبليتيال فوسة. هذا البوبليتيال فوسة شوفوا طلاب يقع ويصب خلف الني جوينت مباشرة، من خلف خلف الني جوينت أسمينه بوبليتيال فوسة لأنه هو يشبه الفوسة. شوفين بين هو سبيس بين العضلات. اذا اخذ الباوندريس ماله شوفوا لاترالي منو موجود عندي؟ التو هيد مال البايسبس، تمام؟ سوبيرو لاترالي البايسبس فيمورس، السوبيرو ميديالي عندي سيمي ميمبرينوسس والسيمي تندينوسس. من تحت من الاسفل يعني نسميها الانفيرو لاترالي وانفيرو ميديالي، شوفون يشبه هيكل البقلاوة، يعني من فوق بينه تو باوندري ومن جوه بينه تو باوندري. اللي من الأسفل تشوفون هذه العضلة اللي تعمل لي الجالف مصل يعني الأماكل الغجل الأسفل الليج من خلف، هذه العضلة اللي يسموها بالعامية كرشة الغجل. زين اللي من خلف هذه أسميها الجالف مصل، اللي وحدي منها أو السوبرفيشيال وان أسميها الجاستروكنيميوس. هذه الجاستروكنيميوس عنده تو هيد يأخذون الأوريجين مالته من الفيمار. زين من الفيمار، فالامتداد حتى ينزلون يجوا ويتحدون ويعملوا لي هذه العضلة عنده لاترال هيد وعنده ميديال هيد ولاترال هيد. فهذول الانفتاح مالتهم راح يعملوا لي الانفيرو لاترال وميديال باوندري اوف بوبليتيال فوسا. فاذا هذه بالنسبه للباوندري. نجي بالنسبه للاغضيه، يعني اللي هي شوفوا هذه الاغضيه يعني اللي يعني على الني جوينت اللي نسميها الانتيريور بارت، بينما الروف هي اللي للخلف اللي إيه هذه اللي من بغى اسميها البوستيريور. زين فاذا الفلور wall of the fossa ايش راح يكون عندي؟ البوبليتيال بارت مال ال شو اسمه مال الفيمر، تمام؟
البوبليتيال سيرفيس اوف ذا فيمر زين، وبعدين يجينا البوستيرير كبسول ويجيني الني جوينت فوق الني جوينت عندي فقد عضلة صغيرة تابعة للك نسميها البوبليتيوس مصل، هذه على الجوينت مباشرة وفوق الفيشيا ماله. يعني تشوفون شلون صارت الوضعية، يعني الجزء هذا الأغضية مالتها من جوا من الأسفل الأنتيريور وول أو الفلور مالتها راح يكون من عندي العظم فوق، العظم فوق اللي هو البوبليتيوس سيرفيس أوف ذا فيمر من خلف. تحت البوبليتيوس سيرفيس راح يجيني الني جوينت، الني جوينت كل جوينت يغطينه كبسول، فالكبسول مال الجوينت. فوق الجوينت عندي عضلة تغطي الجوينت اللي هي أسميها بوبليتيوس مصل، هذه تابعة لعضلات الليج زين، وفوق فيشيا. فإذا هذه الأربع أشياء تكون لي الفلور. بالنسبة للغطاء مال الفوسة اللي نسميها الروف أو البوستيريور وول هي سكن والفيشيا، فيشيالات اللي راح تنزل راح تكون لي الفلور. إذا ناخذ الكونتنت مال الفوسة، شوفوا ايش عندي كونتنت. تذكرون الفيمورال ارتري والفيمورال فين اللي من الامام؟ احنا قلنا الفيمورال ارتري نهايته من يدخل الادكتر كانال وين يروح بعدين؟ احد يتذكر المحاضره السابقه؟ الادكتر هياتس، يدخل من الادكتر هياتس ويطلع على الخلف، ما تمام؟ من يطلع الى الخلف راح يتغير اسمه من الفيمورال يصير بوبليتيال لأنه راح يمر بالبوبليتيال فوسة، فنسمينه بوبليتيال أرتري واللي هو يكون أعمق شيء يعني يكون على الكبسول. البوبليتيال فين طبعا الفين يكون مرافق للأرتري، فإذا أنا عندي بوبليتيال فين. الأنذر ثينج اللي يمر بالفوسة هو التيرمينال برانش مال الشياتيك. احنا ذكرنا أنه الشياتيك راح ينفصل باللور ثيرد، راح ينفصل الى التيبيال والكومن بيرونيال. فاذا البرانج مال الشياتيك بالبوبليتيا هذا التيبيال والكومن بيرونيال والبرانجات مالتهم زين. بالاضافه الى هذولي عندنا انذر نيرف يطلع من اللمبوساكرال ايضا بلكسس نسمينه البوستيرير كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي. هذا من اسمه كوتينيوس معناته راح يزود الجلد. منين يطلع؟ يطلع من البوبليتيال فوسة، قصدي العفو من اللمبوساكرال بلكسس. يطلع منين؟ من البلفيس، ايضا يطلع من الجريتر شياتيك فورامين. تحت البيريفورمس لو فوق البيريفورمس منو يعرف؟ تحت، تحت يعني احنا قلنا بس السوبيريور الجليوتيال فيزل سونيرف تطلع من فوق، كل الاستركشرات الباقي تطلع من جوا البيريفورمس. فاذا تحت البيريفورمس هو عاده يمشي مرافق للشياتيك، يزود لي من اسمه بوستيرير كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي. فاذا يزود لي السكن مال الثاي مال البوستيرير كوتينيوس يعني من خلف الجلد مال الثاي من خلف. وين راح يدخل؟ بالروف مال البوبليتيا الفوسة، ويزود لي الخلف مال البوبليتيا الفوسة وينتهي زين. فإذا هذه الكونتنت مال البوبليتيا الفوسة. فإذا عندنا البوبليتيا الفيزلز نيرف ارتري وفين والتيبيال والكومن بيرونيال والبوستيرير كوتينيوس نيرف تو ذا ثاي. بالإضافة إلى ذلك عندنا غدد لمفاوية بما أنه موجودة بالبوبليتيا الفوسة فنسميها البوبليتيا لنف نود. نجي ناخذ الوحده وحده من هذه الكونتنت. اول شيء ذكرنا انه التيبيال نيرف والكومن بيرونيال. من نتكلم عن التيبيال نيرف هو نقول منين يجي؟ هو نقول انه هو برانش او التيرمينال برانش مال الشياتيك نيرف تمام، فوق ال بالبوبليتيا الفوسة من فوق زين. راح ينفصل الشياتيك الى تو مين برانش اللي هي التيبيال والكومن بيرونيال. التيبيال شوفوا ينزل بصوره عموديه بالبوبليتيا والى ان يدخل الى الليج راح يدخل عميق للغاستروبنيميوس مصل.
فإذا هذا الجزء من التيبيال هو راح يمر داخل البوبليتيال فوسا. فإذا المسار مالته أنه هو راح يمر عدل، راح يمر وين؟ راح يمر بالبوبليتيال فوسا. زين فوق الأرتري لو تحت الفيزلز؟ لا، راح يمر فوق الفيزلز، يعني أكثر واحد سوبرفيشال، يعني تحت الجلد. تمام؟ تحت الجلد راح يكون. شوفوا طلاب حتى لا تتوهمون، النيرف والآرتري والفين راح يتصفطون كالآتي. أول شيء على الكبسول هو الآرتري، فوقه الفين، فوقه النيرف، يعني أعمق واحد راح يكون الآرتري، أكثر واحد سوبرفيشال هو النيرف. زين فإذا هذا النيرف، شوفوا طلاب ايش عندي هوني بالبوبليتيا الفوسا؟ عندي النهايات مال الباك مصل، الباك البايسبس والسيمي ممبرينوسس والسيمي تندينوسس. اي عصب او اي ارتري يمر من، يعني اي عضله او جوينت قريب منه لازم ينطيهم برانش. فبما انه هو قريب من هذه النهايات، ما كل العضلات يعني هو مسؤول، هو احنا قلنا اشياتك يسودها، فإذا راح ينطي لهذه العضلات اللي هي راح تكون لي الباوندري، سواء كانت عضلات الثاي أو عضلات الليج. ماسكولار برانش. قريب منه الني، فراح ينطينه للني. الني راح ينطيني ثلاثة برانجات. الني جوينت نسميها جينيكيولار برانش. اللي هي بما أنه التيبيال موجود ميديالي، فراح ينطيني سوبيريور ميديال وانفيريور ميديال وميدل جينيكيولر برانش. هذه كلها تروح للني جوينت، للني جوينت. زين البرانش الثالث اللي ينطينه بال البوبليتيال هو هذا، نسمينه السورال نيرف. السورال نيرف هو عبارة عن كوتينيوس نيرف. كوتينيوس نيرف، من أقول كوتينيوس؟ معناه ما له شغل لا بعضلة ولا بجوينت ولا، معناته يزود الجلد. زين السورال نيرف هو كوتينيوس نيرف. شوفوا ياخذ يجينه برانج آخر من الكومن بيرونيال، نسمينه كوميونيكيتينج بيرونيال كوميونيكيتينج برانج، يتحد مع السورال وينزلون هذا السورال، ينزل بين التوهيد مال الجاستروغنينياس. دكتورة الصورة راحت دكتورة. شلون؟ الصورة راحت دكتورة. راحت. هسه؟ دكتورة يا صورة دكتورة. رجعت رجعت. رجعت. لا انا عاد ارجع ايوه زين طلاب شوفون التصفيط مال الارتري والنيرف والفين. اول واحد النيرف، الفين والارتري. فاذا هذا التيبيال نيرف قلنا من ضمن الكونتنت. انا من عاد اشرح الكورس مالته هسه، عاد اشرح ناخذ بس اللي داخل البوبليتيال، من تجي الليك نكمل الكورس مالته بالليك. فإذا بالبوبليتيال أعطاني مسكولر لهذول المصل كلهم اللي يكونوني الباوندري مال البوبليتيال فوسا، أعطاني أرتيكولر للجوينت اللي هم 3 أرتيكولر، بعدين أعطاني كوتينيوس. الكوتينيوس سميناه سورال، هذا راح ينزل إلى هون وبعدين راح يزود لي الميديال بارت مال الليك الى الفوت الليتل تو. زين بالنسبه للكومن بيرونيال شوفوا طرا، شوفوا هذا الصوره راح ينزل. زين ويزود لي السايد مال الليك الى الدورزون اوف ذا فوت والليتل فوت اللي هي باللاترال سايد. انا راح يزود لي هذه المنطقه اللي هي اللاترال، ينزل مع اللاترال الى الليتل تو. البرانج الثاني شوفون هذا اللي هو الكومن بيرونيال، جزء من الكورس ماله راح يمر بالبوبليتيال فوسا.
لكن هذا ما حينزل عدل مثل التيبيال، لا راح يمشي مرافق للتندون مال البايسبس مصل. شوفوا هاي البايسبس راح يمشي مع البايسبس، وين راح ينزل مع التندون مال البايسبس ويجي على الهيد أو فيبيولا، يلوف حول النك ويجي على اللاترال سايد مال الليج، ينقسم بعدين بالليج إلى سوبرفيشيال وديب، راح ناخذه بالليج. أنا يهمني هساته هذا الجزء اللي هو اللي بالبوبليتير فوسا، فإذا يمشي لاترالي مع البايسبس تندون. البرانجات اللي ينطيها راح يزود لي فقط الشورت هيد مسكولار برانج، ينطي للشورت هيد مال الشورت هيد اوف ذا بايسبس ينطي، وايضا ينطي ارتيكولار. شوفوا طلاب من الميديال ايش ذكرنا، قلنا سوبيريور وميدل وانفيريور جينيكولار نيرف، تمام، هاي من التيبيا. بما انه هذا حيروح لاترالي فاذا راح ينطيني سوبيريور وانفيريور لاترال جينيكولار، فكم جينيكولار صار عندي؟ صار عندي 5، 2 لاترال من الكومن بيرونيال و3 ميديال من التيبيال. بالإضافة إلى هذا، هذا من ينزل راح ينطيني واحد إيوني قبل ما ينقسم ويرجع رجوع إلى النو، فنسمينه ريكورنت جينيكولار. ليش؟ لأنه يرجع لفوق. فإذا عندي صار 6 جينيكولار، 3 من الكومن و3 من التيبيال، لكن 5 بالبوبليتيال فوسا، والسادس يطلع إيوني بعد ما يطلع الكومن بيرونيال من الفوسا يروح إلى الأسفل قبل ما ينقسم الى التو تيرمينال برانش باللاترال سايد اوف ذا ليك، راح ينطيني برانش ثالث اللي هو الريكرنت الليكرنت جينيكولار يطلع الى فوق. زين، بالاضافه الى هذا راح ينطيني الكوميونيكيتنج اللي تكلمتوا عنه، هذا البيرونيال كوميونيكيتنج يجي مع الصوره، وراح ينطيني ايضا لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا كالف. هذا يجي من اللاترال، يزود لي اللاترال سايد اوف ذا ليج. اوكي، هذا بالنسبه للنرف. ناخذ الارتري، شوفوا هذا الارتري. الارتري احنا ذكرنا انه الفيمورال ارتري بالامام، شوفوا طلاب المين بلاد سبلاي مال كل اللور لمب هو الفيمورال ارتري، من الامام من الخلف من يعني الليج الى الفوت هو الفيمورال، ما عندنا غيره. بينما النيرف لا، شوفوا كل منطقه النيرف مالته شكل، يعني من الامام كان فيمورال، من الميديال كان ابتوريتر، من الخلف عندي الشياتي. زين، انا الفيمورال نيرف بس الثاي ينطيني من الانتيريور، الابتوريتر بس الميديال، بس الشياتك ينطي الباب وكل الليج الى الفوت، راح يزوده كلفه الشياتك نيرف. زين، نيجي على الفيمورال ارتري. احنا ذكرنا انه الفيمورال ارتري من الامام بعد ما دخل بالادكتر كانال راح يخرج منه عن طريق الادكتر هياتس ويعبو الى الخلف على البوبليتيال، راح يطلع الى البوبليتيال فوسا فنسمينه البوبليتيال ارتري. زين، ذكرنا انه هو الديبست، ايضا راح يمشي فيرتيكلي، ينزل من بدايه الفوسه الى نهايته. زين، تشوفون من بس وين راح يكون؟ راح يعني على الجوينت مباشره، على الكبسول مال الجوينت، فيكون اعمق شيء. البرانجات اللي راح ينطيها بالفوسه، اول شيء راح ينطي عند المصل اللي موجودين، راح ينطي عندي ارتيكول بوليتير، عندنا مصل وعندنا جوينت، تمام. فاذا راح ينطي مسكولار للمصل وراح ينطي جينيكولار للني جوينت. البرانجات اللي راح ينطيها للني جوينت طلاب هي 5، تعادل البرانجات اللي ينطيها النيرف. يعني انا ايش عندي نيرف؟ ايش اعطاني؟ اعطاني سوبيريور وميدل وانفيريور ميديال، وعندي لاترال وسوبيريور وانفيريور. يعني عندي ميديال سوبيريور انفيريور جينيكولار، وعندي لاترال سوبيريور انفيريور جينيكولار، وعندي الميدل جينيكولار. هذه نفسها راح ينطيها الارتري بس
برايم، يعني خمس برايم جات راح تنطيني بالجينيكولر برانش. شوفوا طلاب، احنا دائما بالجوينت، يعني مثلا باي جوينت، باي منطقه جوينت، لازم يكون عندنا نوع من الارتباط من عده مصادر من ال اتوقع انقطع الانترنت.
طلاب نعم سوري قطع النت قطع النت اخر شيء اخر لحظات من المحاضره بس وانطي كمل الحضور طلاب تمام دكتور والله ما اعرف وين انقطع النت يعني انا ما انتبهتوا الا شفتوا انقطعت عندي الشاشه وين اخر شيء وصلت مع البوبليتيا الارتري يعني كنت محاضرين معي ما طلاب بس تايند شلون اخر جوين اخر سلايد البوبليتيا الارتري من تكلمتوا عنه بعد عشان اخنا بعد دكتور استمعتموا لا لا ما دكتور بعد ما اخذنا انا البوبليتيا الارتري ما اخذتموا شوفوا طلاب البوبليتيا الارتري مثل ما ذكرنا انه الفيمورال ارتري بالانتيريور كومبارتمنت اوف ذا ثاي راح يدخل من الادكتر كانال بعد ما يدخل من الادكتر كانال عندنا الادكتر هياتس يعبو منه الى الخلف يطلع مباشره على البوبليتيا الفوسا فنسمينه بوبليتيا الارتري من يدخل البوبليتيا الفوسا راح ينزل بصوره عموديه على الكبسول مال الجوينت يعني يكون اعمق شيء البرانجات اللي راح ينطيها بما انه بالبوبليتيا الفوسا اكو مصل واكو جوينت فراح ينطي مسكولا للمصل وراح ينطي جينيكيولر للجوينت البرانجات اللي راح ينطيها للجوينت هي كوريسبوندينج تو ذا نيرف يعني راح ينطينا superior inferior medial genicular وينطيني middle genicular وينطيني lateral superior inferior genicular زين فراح ينطيني اثنين medial اثنين lateral واحد middle هذول كلهم genicular طلاب بالنسبه للجوينت كل جوينت بالجسم عندنا الارتري لازم يكون اكو كوميونيكيشن بمصادر مختلفه من الارتري لان هذا الجوينت يتحرك يعني مره ينطوي مره ينفتح فحتى لا يصير كومبريشن للارتري ويصير اسكيميا للبون اسكيميا للمصر فاكو فقد انستموسيس بين الارتري لهذا هذه الجينيكولار برانش راح تعمل انستموسيس مع الديسندينج جينيكولار اللي يجيني من الفيمورال مع البرانش اللي يجي من من اللاترال سيركونفليكس مع الابتوريتر كلهم هذول يعملون فقد شبكه من الاتصالات حول الني جوينت زين فإذا عندنا هذا بالنسبة للبوبليتيال آرتري بالنسبة للفين البوبليتيال خلصت المحاضرة بس هذا آخر جزء بس البوبليتيال فين البوبليتيال فين بعكس الآرتري راح يتكون من اتحاد anterior posterior tibial فين بالخلف وراح يمشي مع الآرتري ويطلع من البوبليت يعني يطلع من يعني بعكس اتجاه الآرتري يطلع من ال الدكتور هياتس يصير فيمورال فين نفس التريبيوتريس نفس البرانج مال الارتري زين طلاب انتهت المحاضره بس راح اعطيكم الحضور تسجيل الحضور 10 دقائق وراح اسجل الاستماره تمام الملزم الملزم دكتور النزيل الملزم راح ابعث الكميه على حسن تمام اوكي يلا شكرا الرابط ينزل للكلاس روم غالبا دكتور ايمان طلعت من الزوم